ده انا اول مره اشوف الشكل ده. ده الشكل ايه ده؟ دوت ايه ده؟ دي فتله، دي اسمها فتله ضاني. لا بس الشكل بتاع الفتله ده انا اول مره اشوفه. ده يعني عامله كده ليه شكلها؟ الخروف اللي هو بتاع الفتله دي ده سمين شويه، دسم شويه. اه فهو الدهن بتاعه عامل في الفتله بتاعته كده اهو. والله ما شاء الله. غير بصي غير ده، ايوه ده اللي احنا عارفينه. خروف يعني مش دسم، مش سمين. الفتله بتاعته ايه؟ ما فيهاش دهن زي كده. ده اللي يفرق عندي وده. في ناس تحب الدسم شويه، في ناس يعني بتحب عايز كده كده تستمتع بطعم الضاني. ده بيدي طعم ايه مع السجق؟ اصل انا في جزارين كتير مش بيستخدموا الفتله البلدي، بيستخدموا الفتله اللي هي اللي انت عارف على ايه الصناعي دي. على حسب، هو لو الفتله البلدي متاحه بنشتغلها، مش متاحه عشان دلوقتي الذبيح قليل بسبب الغلا والكلام من دوت، فبنجيب الفتله الثانيه اللي هي ايه؟ اللي هي زي ديت. دي العادية. هي هي. وهي هي. وده خروف وده خروف. تمام. تعالوا نتعرف بقى على طريقة عمل السجق بتاعت الجزارين، ونعرف من طقطق السلام عليكم ازاي بيعملوا السجق البلدي زي ما انتم شايفين كده، وهنعرف كل الاسرار عند جزارة المصري في السويس في منطقة الملاحة مع المعلم احمد. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك ست الكل؟ تمام الحمد لله، وانت طيبة والف خير يا رب. عايزين بقى نعرف منك اسرار السجق البلدي بتاعكم اللي ريحته يعني مفحفحه كده في المحل. احنا عندنا سجق بصراحه ما بتعملش في اي محل تاني، ودي كلمه بجد يعني، مش عشان حاجه. وكفايه ان انتوا بتعملوا قدام الناس وقدام الزبون. بص في وش المحل يعني، بنعمله في وش المحل قدام الزبون والحمد لله تمام. وعايزه اقول لكم ريحته بجد رهيبه رهيبه. قولنا بقى كده الخلطه دي عباره عن ايه؟ الخلطه دي عباره عن بتبقى لحمه اللي هي الكبيره العجلي، حتت السمينه اللي هي بتبقى في اللحمه العجلي اللي هي بتبقى زي السره زي الدوش، بنقطعها دي عشان بتبقى دي بتطلع دسمه في المفروم، فبنقطعها بنعملها سجق مع التوابل مع البهارات الثوم الفلفل، بس اهم حاجه بقى السر كله في التوابل. التوابل طبعا. التوابل بقى ايه هي السر كله؟ طب قول لنا التوابل ايه؟ طبعا على الاقل الخطوط العريضه يعني، التوابل. انا عارفه ان لكم اسراركم اكيد. التوابل اهم حاجه من التوابل. بص الجوده. طول ما الجوده. لحمه بلدي. لحمه بلدي. بص قدام منك اهي. قدام. اهي. ولازم تبقى دسمه شويه عشان تنزل. عشان تسوي صابع السجق، عشان السجق يستوي. بدل ما تحط بدل ما تحط تمام بدل ما تحط انت سمنه من عندك او زيت من عندك، لا هو ايه هو بيسوي نفسه بنفسه. انا شايفه في فلفل اخضر كمان اهو. تمام. طب قول لنا التوابل بقى وانت شغال كده. توابل هي بتحط ايه؟ توابل سجق. تمام. بهارات بيضاء. في حاجات تاني يعني توابل سجق. توابل مخصوصه. سبع بهارات. هو هي دي التوابل بتاعته. بس اهم ثوم الخلطه دي تحط لها ثوم. لازم بيحط لها ثوم. بصل؟ لا لا بصل لا ما ينفعش، هو ثوم وفلفل بس. تمام. مع شويه التوابل بهارات. ايوه اهم حاجه التوابل. التوابل هي السر كله في التتبيله. هي اللي بتدي ريحه، هي اللي بتدي ريحه، وهي اللي بتدي الطعم، وهي اللي بتدي كل حاجه. ده اسمه التوابل. ايه؟ صاروخ ولا اسمه ايه؟ ده اسمه بسوار. بسوار او بيتقال عليه في القاهره مدفع سجق. مدفع السجق شايفين كله من الستانلس ستيل اهو، وحاجه نظيفه جدا بيعملوها قدام المحل هنا عند جزاره المصري في الملاحه، اللي مش عارف العنوان، الملاحه الجديده محافظه السويس جنب مستشفى قناه السويس. طبعا اكيد هو غسل ايده، وايده نظيفه جدا، لا يقول بقى مش لابس جلافز. لا ولسه اهو ده برضه احنا بنغسل ايدينا بعد ما بنشتغل اهو. لا الجلافز هتتقطع لو لبس كذا جلافز هيتقطع معاك. والجلافز مش هينفع معايا لان ايه هدكك بيه الفتله. بالظبط. قول لنا بقى دي اسمها فتله دي اسمها او هانك؟ فتله او هانك ضاني. او هانك بتاع خروف ضاني. في جزارين بيستخدموا هانك عادي اللي هو الصناعي ده، اللي هو الهانك اللي هو اسمه الهانك المستورد. وفي الهانك وفي الفتله البلدي. بتفرق في الطعم؟ هو مش بتفرق في الطعم، هو كلها ده خروف وده خروف، ما بتفرقش خالص في الطعم. هو بس هو طعمه كله في اللحمه. في اللحمه. تمام. هو الطعم كله في اللحمه زي ما احنا ما شايفين كده. ادي هو ده ايه ده كده حبل السجق تعمل كده وتربط حاجه، يتربط زي كده. ده
طبعا عشان ايه الدنيا ايه مع السعر وكده هو غلى، فطبعا ايه الفتله البلدي مش بتبقى متاحه حاليا، ودي مش يعتبر مستورده، يعتبر فتله ضاني برضو. انت لازم تعمل الحركه دي، لازم كده اهوت، لازم هو بيتربط كده اهوت، اسمها تربيط او بيتدفر كده. هو اهم حاجه في الموضوع كله جوده اللحمه، لحمه بلدي، واهم حاجه التتبيله. في طرق غش في السجق؟ بص هو في كتير، بس الله سهل للجميع. ده كده بقى ادي حبل السجق. بعد ما بيتعلق لازم تشمعوه، لازم ان يتعلق كده هو قد ايه بقى ويتشمع، ممكن ساعة. ليه بقى؟ ايه لازمة التشميع ده؟ التشميع ده بيخلي صابع السجق ينشف. صابع السجق لو انت عملتيه دول زي كده في الطاسة، الفتلة دي تفرقع معاك. عشان لسه طرية، عشان لسه طرية لازم ان تنشف في الهواء، اقل ما فيها بتقعد ساعة. تمام، هنشوف تاني برضو يعمل لنا تاني. انا عايز اعمل سجق. نعلم حضرتك تعمل. ممكن حد يجيب لكم خلطه سجق هو اللي عاملها في البيت وانتوا بس تعملوها؟ لا لا، هو الخلطه الحاج هو اللي بيعملها. طيب يعني مفيش حد يجيب من بره؟ لا 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 لا، ده بتاعكم بس. لا بتاعنا بس. لا، وبالنسبه للبهارات والكلام من دوت عندنا الحاج نوت، هو ليه سر كده هوت في البهارات، هو اللي بيحطها وهو اللي بيعمل الخلطه بتاعتها. هو اللي عارف، هو اللي عارف الحساب بقى والحاجات دي. ايوه. سعره كام السجق البلدي عندكم؟ والله احنا الحمد لله مع الغلا والاسعار احنا كنا الاول بنبيعه ب 240، دلوقتي خلينا ب 220. ده انتوا رخصتوه كمان؟ رخصناه والله. مع ان الحاجه بتيجي وتكلفته غاليه علينا، يعني انا بحط لحمه عجالي بلدي، لحمه عجالي بلدي ب 250 جنيه، وانا ببيع كيلو السجق ب 220 جنيه غير التكلفه بتاعته. طبعا. بينزل دهون كتير بقى؟ لا 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 لا، حضرتك احنا ممكن نعمل لك دلوقتي منه ونشوف ايه نسبه السمونيه او نسبه الدهون اللي هتنزل منه. ماشي، ما فيهوش دهون خالص. هنسويه برضو قدامكم وهنشوف هنزل دهون قد ايه. ده كده ايه شغل السجق زي ما انتم ما شايفين حضرتك. الله. دي المكنة دي ممكن تعمل كام كيلو؟ المكنة ديت بتعمل 7 كيلو في الواحدة كده. في الواحدة كده اهو. في المرة كده دي 7 كيلو. وانت النهاردة بتعمل كام كيلو؟ انا النهاردة الحمد لله بفضل الله بفضل ربنا عامل 80 كيلو. ما شاء الله ما شاء الله. بفضل الله. بيبقى عليه ضغط السجق عندكم؟ بيبقى عليه شغل ان شاء الله. هو الحاجة طالما نظيفة وكويسة الزبون بيجي لها. انا عايز اقول لك الحاجه لو مش الحاجه لو مش كويسه الزبون مش هيروح لها. السجق المستورد دلوقتي وكمان اللي بيتباع في الماركتات غالي جدا والطعم مش بيبقى قد كده بصراحه. ده دي بقى بتبقى في السر في الصنعه. تيجي بقى تشتغلي؟ عايز اشتغل بقى، وريني بقى الشغلانه بتاعتك. بص بقى، بص انت حطها لي بقى وانا ايه ماشي، وانا هعمل كده بالمكنه. ماشي، هتدوسي هنا كده على الطرف دوت. ماشي، وتبتدي تشتغل. اعمل ايه؟ امسك هنا ولا ما امسكش؟ امسك الطرف ده كده. طب استنى اغسل ايدي كده. امسكها جامد؟ جامد عشان ما اطلعش المفروم. بعد لما غسلت ايدي بقى ومسكت هنا الطرف زي ما هنا المعلم احمد. اعمل جامد بقى من فوق هنا. انا اعمل ما شاء الله. ايوه تمام، الله ينور عليك. بس كده هو ايه اللي حصل ده؟ بس انت كده اهي خلصت. سريعة قوي. خلصت. ايوه خلصت. طيب يعني انا صح؟ انت صح كده. طيب بس هي خلصت الفتلة. خلصت. علمني بقى ازاي اربطها. تربط يعني بتجيب الطرفين دول كده اهوت، الطرف ده والطرف ده، وتحطيهم زي على قد بعض كده. تمام. ماشي، تيجي هنا في النص تدوسي كده. تمام.
بتلفي دي كده تعمل لي كده واحده تاني ندوس هنا ماشي اهو وندوس هنا هعمل كده ايوه من هنا ايوه لفيهم على بعض بقى ايوه عدي واحده بقى من هنا واحده بس من هنا لا لا اهي من هنا دي يعني واحده تاني كده ايوه عدي واحده بقى من تحت لا من تحت مش من فوق من تحت طيب كده ايوه تمام واحده تاني الله ينور عليا انفع انفع معلمه معلمه من تحت من ليه تحت. من تحت ليه من تحت عشان من فوق مش هتربط من تحت هتربط سبوق ده يخصني سبوق ده يخصني اللي انا عاملاه ده تمام لازم يعني متساوي ولا لازم عادي؟ لازم متساوي طب ايه انا ماشيه صح؟ صح كده تمام الله ينور ده انت معلم خلاص كده صح؟ خلاص كده الله ينور عليا بعد كده بقى بيتعلق بعد كده بقى بيتعلق بالشمه هنا برضو بقى في هنا برضو مرحله التربيط برضو يعني انا هنا ايه مرحله ايه الحشو وهنا مرحله التربيط كذا حد بقى بصوا حاجه لا تذكر حاجه لا تذكر شايفين شكل الفتله مختلف يعني عندهم شكلين ده قلت لي ده ايه بقى الشكل ده بيبقى خروف ايه سمين شويه يعني ايه بيبقى خروف دسم شويه نسبه الدهون فيه عاليه شويه عاليه شويه فبتبقى ايه الفتله بتاعته بتبقى مليانه ايه سمنيه زي كده والتاني ده العادي التاني ده عادي بيبقى يعني ايه ما فيهوش دسم ولا سمين عايز اقول لكم والله ريحته جميله جدا جدا قلب المحل كله يعني عايزين ندوق بقى هندوق هندوق ان شاء الله باذن الله قدام الناس وندوق بقى السجق الحلو ده تمام لك. يلا بينا ندوق يلا بينا شايفين بقى ده شكل السجق اهو بعد لما اتشمع زي ما قال لنا بره تعالوا بقى ناخده ونسويه ونشوف مع بعض بقى هينزل دهون قد ايه وطعم هيكون ايه وهيكش ولا لا اهو محضرين اهو الاير فراير تعالوا بقى نفتحها ونبص السجق كده مع بعض اهو تعالوا بينا بقى نشغل الاير فراير تعالوا بقى نظبطه على درجه الحراره 180 والتايم نخليه 10 دقائق لان السجق ما بياخدش وقت خالص وهنشوف ان شاء الله بعد لما يطلع من الاير فراير هيكون عامل ازاي تعالوا نشوف بقى شكل السجق بعد لما استوى انا زودت 5 دقائق كمان عشان قلبته على الناحيه الثانيه بصوا شكله بسم الله ما شاء الله شايفينه وهنشوف برضو مع بعض الدهون اللي نزلت منه تعالى بقى نطلعه هنا طبق تعالوا بقى نفتح كده ونشوف بصوا. شايفين بقى شكل اللحم من جوه عامل ازاي اهو طعمه تحفه وعايزه اقول لكم ما تحطش عليه اي حاجه طبعا انا ما حطيتش اي حاجه في الاير فراير التتبيله بتاعته حلوه جدا واللحم مستوي اهو وحاجه يعني بصراحه جميله جدا تعالوا بقى نفضي ونشوف نسبه الدهون منه بسم الله تعالوا بقى نشوف كده نفضي الدهون بصوا انا ما عملتش والله قط ولا اي حاجه عشان تشوفوا نسبه الدهون اللي نزلت من تقريبا نص كيلو سجق بصوا حاجه لا تذكر حاجه لا تذكر والله العظيم طعم خرافه ترقبوا بقى معانا
ايه الجمال ده؟ حبيبي ربنا يديك الصحة بابا. عايزين ندوقك بقى يا عم رأفت. ماشي يا بابا تحت امرك باذن الله. السجق بتاعك الجميل ده ما شاء الله اللي ما نزلش اي دهون ولا اي حاجة، وقول لنا بقى ما شاء الله السجق عندنا حاجة خطيرة. اه والله السوس كلها بتحكي عنه، خلي بالك. ويعني عايز اقول لكم بالنسبة كمان لسعره 220 جنيه بدل 240. بدل 240 يعني بدل ما تغلي رخصت. تمام. بصوا شايفين شكله اللحمة عاملة ازاي؟ هو بس عشان سخن فانا بصوا اللحمه من جوه عامله ازاي. لحم بلدي وحاجه وتتبيله، ده ما ضفناش عليه اي حاجه خالص. هي التتبيله بتاعتنا مظبوطه 100%. اه حاجه 10. ازاي عرفت تظبطها كده يا حاج رأفت؟ حبيبي ازاي والله بجد. والله احنا التتبيله بتاعتنا يعني مجهزينها لشغلنا، مش اي مش عند اي حد موجوده التتبيله. لا في ناس بتبيع سجق درجات يعني سوبر ومش عارفه. لا احنا كل واحد وكله ما شاء الله حاجه تعجب الزبون وتعجبنا واحنا بناكل منه. والله ربنا يبارك لكم. ربنا يبارك. تقريبا حاجه لا تذكر اللي هي بيستوي فيها السجق لازم يبقى فيه نسبه، لازم يبقى فيه نسبه، بس احنا بنحافظ عليه ما بنحطلوش اي نسبه سمونيه. حته لحمه ملبسه معاهم هي اللي بتدي له طعم وبتدي السمونيه ده. ربنا يبارك لكم يا رب. ربنا يبارك لكم والله. وحاجه جميله جدا جدا. ربنا جربوا السجق هنا عند جزاره المصري في الملاحه وجربوا كل منتجاتهم، حقيقي هتعجبكم جدا وحاجه جميله. بسم الله ما شاء الله. بشكركم جدا. شكرا يا حاج رأفت، الف شكر ليك. حبيبي تحت امرك باذن الله جدا. وانتظروا ان شاء الله الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.